السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان الطلبة والطالبات. اليوم إن شاء الله نهضروا على نظريات التطور. أول حاجة ديروها بالكم، نظرية كتبقى ديما نظرية، ممكن تكون صحيحة ممكن تكون غلطة، وكيجي واحد كدوز واحد الفترة أخرى كتكون عندنا واحد الحقبة زمنية أخرى، كيجر واحد العالم آخر لاتينا واحد النظرية جديدة ممكن تدحض هذيك اللي فات وممكن تأكدها، يعني غادي نتفقوا عليها. يعني سواء هضرنا على نظرية التطور ممكن تكون صحيحة ممكن تكون غلطة، سواء هضرنا على شي نظرية أخرى، المهم كتبقى ديما نظرية. بطبيعة الحال الهدف ديالنا في هاد الحصة هي نظرية التطور، يعني التطور ديال الأنواع، سواء الأنواع الحيوانية أو النباتية أو مجموعة ديال الأنواع، راه كلهم يعني درسوهم العلماء بالتطور ديالهم. يعني فاش كتسمع بنظرية التطور ماشي بالضبط الإنسان، الأصل ديال الإنسان، لا، مثلا أصل الحيوان، أصل واحد النبات معين، أصل ديال واحد لي سبيس معين. يعني هذه هي نظرية التطور. قبل ما يجي داروين راه سبقوا واحد العالم اللي عطى أفكار وعطى مجموعة ديال الحوايج، مجموعة ديال المعلومات على التطور، عاد جا داروين وكمل لينا على نفس الدراسة. كاين أولا جون بابتيست لامارك، هاد جون بابتيست لامارك اللي تاد في 1744 وتوفى في 1829، عطانا النظرية ديالو، عطانا الدراسة ديالو على ليفوليسيون ديال لو موند أورغانيك، يعني كيفاش كيتطورو لي زيسبيس في الطبيعة، سواء لي زيسبيس فيجيتال ولا أنيمال، يعني كيفاش كيتطورو. عطانا جوج ديال، يعني غنلخصوهم في جوج ديال الفقرات. قال لينا لا فورماسيون دي زي سبيس با تري لونتون اون لو رومارك با، يعني لا فورماسيون ديال لي زي سبيس، التشكل ديال الانواع سواء النباتيه او الحيوانيه كيكون غادي بواحد الوتيره بطيئه بزاف وما كنردوش ليها البال. يعني ممكن نعيش واحد حقبه زمنيه 100 عام 200 عام ما غاديش نردو البال لذاك التطور ديال ذاك لي زي سبيس، يعني ممكن تمشي لمدة الملايين السنين عاد كيبان لك مثلا بلي كاين الفرق بين ليسبيس الاول و ليسبيس اللي جا من بعد، ولا في التطور ديال نفس ليسبيس. يعني فورماسيون، لا فورماسيون ديال ليسبيس كتمشي لونتمون وما كنردوش ليها البال. هذه هي الخلاصة الاولى ديال النظرية ديال جون بابتيست لامارك. ثم من بعد جا عطانا بطبيعة الحال، ركز على مجموعة من التجارب، مجموعة من الدراسات، وقال لينا بلي لي زيسبيس اكزيست دون لا ناتور، يعني لي زيسبيس راه كاينين في لا ناتور، لي زيسبيس راه كاينين في اوساط الطبيعية اوساط الجغرافيا، كنلقاو مجموعة ديال لي زيسبيس، ولكن راه ما كيتميزوش ب ليتيرنيتي، يعني ما كيكونوش خالدين فيها ابدا بهذا المصطلح، يعني ما كيبقاوش، ما كيكونش عندهم واحد الحياة اللي هي دائمة، لا، كيعيشوا واحد الحقبة زمنية معينة، مفهوم؟ كيعيشوا واحد الحقبة زمنية معينة، عاد كيموت مثلا وكيجي واحد ليسبيس اخر اللي كيجي سوا من الجيل ديالو نيت، ولا من التحول ديالو الى شي حاجه اخرى، او من التزاوج ديالو مع واحد ليسبيس اخر. يعني قال لنا من سون با ايتيرني ان فيف كو دو ديلي ديتيرميني، يعني كيعيشو غير واحد حقبه زمنيه معينه محدده كالانسان مثلا، سيتادير لور فيكسيتي اي غولاتيف، يعني لا فيكسيتي ديال لي زيسبيس في الطبيعه كتكون ديما غولاتيف. يعني هذه هي تلخيص ديال نظرية التطور حسب جون بابتيست لامارك. يعني أول حاجة لا فورماسيون كتمشي بوتيرة بطيئة وما كنردوش ليها البال. ثانيا لي زيسبيس كاينين في الطبيعة، كاينين في مجموعة ديال الأوساط الطبيعية والأوساط الجغرافية، ولكن ما كيتميزوش بليتيرنيتي. وثالثا يعني لا فيكسيتي ديالهم كتكون ديما غولاتيف، حيتاش كيعيشوا دي ديلي اللي هما ديتيرميني. هذا هو النظرية ديال التطور حسب، بتلخيص، حسب جون بابتيست لامارك. من بعد جاء داروين اللي تزاد 1809 وتوفى في 1882، اللي غيكمل لينا على نفس الدراسة ديال جون بابتيست لامارك بطبيعة الحال، ولكن بأفكار أخرى. كفكرة راه داروين مركز الأساس على الإنسان، يعني الأصل الإنسان، بدأ من النبات، درس مجموعة ديال النباتات، مشى للحيوانات،
مشى للطيور، مشى لمجموعة ديال الحوايج باش عاوتاني يمشي للإنسان وعطانا النظرية ديالو على هاد لي زيسبيس كاملين اللي غنتعرفو عليهم فيما بعد.